وال شباب فري فاير تم التحديث بنجاح فري بحديث جديد اللوز خلينا ندخل ونشوف يا اساطير شو في جديد وشو ما في جديد. اول شيء حبايبنا عنا هون نحمل هذول لازم نعمل لهم تحميلات. اوكي هي باول شيء اول ما تدخل على البث شو على التحديث بتدخل تعمل تحديثات تعمل كل شيء ولا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام ولا تنسوا باللايكات والشيرات وكل شيء. اوكي عنا هون احداث جديده معلم اول تدخل على الحدث هذا. اوكي في احداث جديده. اوكي حزمه صائده العصريه حزمه بنت جديده عنا حزمه بنت جديده يا اساطير زمر باللوز ويلي اوكي شباب نبلش اول شيء بالحزمه معنا. اوكي طبعا شباب مثل ما انتم شايفين الانترفاس كله تغير باللعبه كل شيء تغير يمين يسار معلم صرنا بغير مكان نحن بغير لعبه شباب ولا ما اعرف شباب شو عم بيصيرون. اوكي نختار شيء شخصيه من شباب نجرب الشخصيه شو نجرب السكيل معلم السكيل نزل جديد المتجر هذا شوف شو في احداث هون. اوكي نفس الاحداث ما تغير شيء شباب مثل ما انتم شايفين ول 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 مجرب نفسه الدايموند. اوه الشباب ندخل على شخصية الميت هاي معلم. اوه واخيرا نزلوا شوي للبنات يعني شيء نفسي معلم. ويلي 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 ركزوا على الاصوات بتحصل على شيء. بلوز تزويد حلو شيء ثاني. اوه بطاقة دايموند شباب عندكم 20 بطاقة دايموند شباب تقدروا تحصلوا عليها معلم شيء تمام. اصبر شوي نشوف شباب نظبط وضع. اوكي جايز عنا 20 بطاقة شباب نقدر نحصل عليها. يعني هون شباب الاصوات وما اصوات كل شيء تغير يعني شيء باللوز. حلو كثير حلو. شوف اللبسات الجديدة معلم. وال الشورت هاي لبس البنت معلم لبس الجديدة معلم لازم نشوفها معلم ضروري يا برو. شو بدها هنينا تغير الصوت وما صوت وكل شيء تغير شيء باللوز. حلو اوكي استبدال والله في طفات نار شباب في اضافه شباب اسطوريه صارت في هذا التحديث لازم افرجيكم اياها بسرعه شباب اللي هي تدخل على العدادات. عدد اول شيء معلم عندكم هذا الرمي الذكي شباب الرمي الذكي هو راح افرجيكم اياه ركز معي كيف الرمي الذكي هذا هو شباب افرجيكم اياه راح يطلع لازم يطلع اطلع يا ولد هي يطلع. المهم شباب باختصار الرمي الذكي هذا شباب لما بتفعله تقبس كبسه شباب تنزل ثلج الحراره حنفرجيكم اياه الان مباشره معلم. خلينا نشوف الاسلحه نازل سلاح شباب البيزون في سلاح نازل جديد ندخل نشوف معلم على التدريب شوفي ما في بلوس. اوكي شباب اوكي ندخل نجرب الاسلحه النازله معلم هذا الجيس اول شيء شباب 32 طلقه اوكي نركز عليه بدنا نركب له سكوب بركب له هاد بركب له هاد بركب له اوكي كل شيء بركب عليه معادي بيزي فريسي نشوف بركب له سكوب اربعه ولا لا اصبر شوف شباب بركب له سكوب اربعه يطلع له يركب له سكوب اربعه معلم بلوس. اوكي هذا نجرب هذا معلم نجرب هذا واحد عشرين معلم بدون شيء هون معلم 21 بالهيد شوت 26 تقريبا بالبعد على هذا اوكي شباب ندخل نجرب البيزون سلاح جديد باللوز ليتس جو. اوكي ندخل على البيزون معلم اول شيء 15 والله سلاح سريع شباب عنده قول لي اصبروا شوي نشوف هذا معلم شلون 21 20 معلم حلو صوته غير تغير صوت يعني حتى الاسلحه جايز طيب حبايبنا بالنسبه لموضوع الرمي الذكي ركزوا معي كيف اول ما نضغط على الكبسه الثلج يحط الثلج لحاله يعني فهمتوا على كيف مثال تبقى كبس على الثلج اوكي تبقى كبس على الثلج تمام بتحطها مباشره يعني تم كبس عليها هول بتنحط تكبس كبسه واحده بتنحط مباشره لحالها هنا نقول ايوه بلوز يا برو والله شيء كثير حلو هذا هو السلاح الجديد 17 هيك 87 بالهيد شوت تمام يعني سلاح عن قرب جديد شباب بشكل جديد فيه 42 طلقه سكوب عنده باللوز اوكي حبايبي عندنا اضافه الثلج الجديد شباب اضافات بالسكين الجديد هون عندنا معلم الاماكن باللعبه شكلها كلها تغير شباب يعني حتى الكتابه شباب تغيرت الكتابه تبعيتها وشو كمان ندخل على البروفايل شباب نشوف البروفايل طبعا البروفايل شباب بما انه تغير الانترفاس تبع اللعبه كل شيء تغير هون بنفس الوقت تمام الاشكال تغيرت عندنا هون البادجات موجوده المسيطر ما مسيطر هون اشياء جديده هون الرابط شكل الرابط تغير نظره عامه هون يطلع لك النظره العامه هون كل شيء تغير شباب يعني الشكل الكتابه الانترفاس كله تغير حبايبي مثل ما انتم شايفين درجه الفقر متواجد هون اسمعوا عم بركز معي على الصوت اسمعوا احد الحيوانات اللي في هون عندنا معلم نزل هون مرافق جديد
باللوز عندنا هذا المرفق شبه ساعه اللون مش مش متواجد اوكي، بس ولكن خلينا نعمل طلع على على المهارات تبعيته. عنده يقول لك عنده استخدام عنصر او مهاره مسح ضوئي يمكن للمالك الوصول الى نطاق اضافي بيبلع يبلغ عفوا شو يبلع يبلغ 10 متر موسى تستمر مدى المسح 100 سنة الوقت. اوكي اوكي طبعا هذا الشباب هذا هذا المرافق ان شاء الله اول ما نقدر نحصل عليه راح نجربه ونشوف وضعه معلم بالواقع. ايوه شباب هون شباب ركز معي كيف الشغله كثير حلوه انه هون شباب لما بالكلان دائما كل تحدي شباب بيتجدد هذا المتجر يعني في بطاقات باللوز مثل هذول يا معلم مش مرتب دائما بيتجدد شباب حصل عليهم بسرعه يعني بطاقات مثل دايما ما دايما شيء تمام التمام يعني شيء مرتب. بالنسبة حبايبي للرومات اوكي ما تغير الشيء كثير اشياء يعني ما تغير ما لاحظنا انه تغير اشياء جديدة هذا هو على حاله شباب بالنسبة للرومات ممكن طبعا شباب بكل تحديث ركزوا معي كيف بكل تحديث الاشياء بتنزل مع يعني غدا بيكون في تحديث خفيف ثاني معلم يعني هلا هذا التحديث بينزلوه غدا كمان في تحديث ثاني هيك خفيف بيجي وبينزل فيها باقي الاشياء اللي لازم تنزل رح نكمل ونشوف شو نزل جديد كمان طولوا بالكم. قولي هون شباب مثل ما توقعت هون عندنا شباب الموسم الكلاس وقت انتهى رح يفتح غدا. هون شباب بالنسبة للمودات الكلاسيكية عندنا هون الكلاس سكواد الباتل رويال والكلاس سكواد عندنا الباتل رويال شباب نقدر الآن تختاروا مثل ما انتم شايفين تختاروا الخريطة اللي بدكم تدخلوا عليها مباشرة فهمتوا على كيف؟ يعني خففوا الزحمة وللأمور معلم داخل الوضع داخل الجيم يعني المودات عندنا هون المخفض المتفجر معلم مودات جديدة عندنا زيب الوحيد زيب الوحيد زيب الوحيد والوضع الإبداعي حلو خففوا يعني الله ما عاد فيها الزحمة المعلم متواجدة بالنسبة للباتل رويال شباب اعتقد انه نفس الشيء اوكي الخريطة متواجدة عندنا عندنا البرغاتوري برمودا وجبال الألب اوكي واعتقد برغاتوري كمان عندنا هنا شباب في شهر 7 من 20 7 من 20 لاخر شهر 4 من اغسطس اوكي عندنا هون واجهة الخاصة هون في اشياء معلم راح تنزل وفي رخصة جديدة شباب العب مع الاصدقاء راح تكون في رخصة شباب بعد يومين 22 من الشهر راح يكون في احداث جديدة هون شباب مثل ما انتم شايفين بالعدد التقويم شيء باللوز قولي هون عندنا شخصية جديدة شباب هاي شخصية شباب عملت لكم تسريب عنها بالاخر بالمقطع اللي ارسلكم اياه بالسيرفر المطورين هاي الشخصية الجديدة شباب مثل ما انتم شايفين هون معلم في خضور 5 ثواني بعد اطلاق المهارة يمكن المستخدم المهارة بمهاجمة جدار الجلو لتحديد الاعداء في ارتفاع 7 متر منه واختراق جدار الجلو لاحداث الضرر للاعداء مسكونين سيكون ضرر محدث اقل من المعتاد فعالة يا حد الاقصى 3 جدران وقت التاتي. طبعا هاي الشخصيه شباب ساعتها الان مش متواجده في شخصيتين هون شباب بالنسبه لهي الشخصيه شباب هاي الشخصيه ما عندها يعني ما عندها مهارات شخصيه ما عندها شخصيه يعني مو شخصيه ما عندها شخصيه هاي الشخصيه مثل ما انتم شايفين ما عندها مهارات يعني هاي بس فقط يعني هيك يعني تختارها وبتضيف عليها اللي بدك اياه يعني من اي شخصيه تنشط اي شيء بدك اياه فهمتوا علي كيف؟ طبعا مع الوقت شباب لما تنزل الشخصيه هون بالواقع رح نجربها ونشوفها يعني باللوز اوكي طبعا ندخل على الخزنه حبايبنا هون شكل الخزنه تغير كمان بنفس الوقت عنا اشياء تغيرت هون كثير حلو كثير حلو هذول الاشياء اللي حصلنا عليهم عادي اوكي باللوز شكل الغزنة تغير مثل ما انتم شايفين صار غامق اكثر وصار واضح تقريبا نوعا ما اكثر تمام 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 بالعاده الشباب هون بيطلع رخصات اي رخصات جديده كان ايام زمان تطلع كان يحطهم عليها قفل هون معلم بس بيطلع لي عندك اوكي هذا هو شباب ما في رخصات جديده هون مثل ما انتم شايفين اوكي ماي فريند قول له لا لا مثل الساحه ويلي الساحة تغيرت شباب باللوز شوف شو اللايحة معلم صارت بعيدة معلم لحالها بوس اللوز بوس اللوز بوس اللوز بوس بوس اللوز والله سكين حلو تبع البنت كمان والله الساحة تغيرت صارت صغيرة يا زلمة وال 50 لاعب راح يكون جنب بعضهم هون ولا شلون يلا يكون في مخرج ثاني اصبر شوي روح من هون روح من هون معلم شوفوا شباب راح اشوف راح اقول لكم نفس الوقت كيف اذا في لاج باللعبة ولا شلون حتى شايف الامور طبيعية حتى الان الامور طبيعية باللوز باتل رويال قاتل باسلوبه رجعوا البي سي رجعوا البي سي رجعوا البي سي شو بس على البي سي شو يا صديقي قول لي صار في لحنات جديده معلم هون يا شباب هون صار في خاصيه جديده شباب اذا بتعمل هيك بتضغط عليها طلع شاشه بنعمل اتباعي مثلا اوكي يعني هيك يعني سهل معلم صار في سهوله بالامر فهمتوا علي كيف عن جد شيء حلو تم رصد العدو صار في سهوله بالامر شباب كثير كثير حلو حلو هاي خاصية حلوة كثير حلوة رح ندخل شباب نشوف نفس الوقت ال ال الوضع الماكينات شوفوا في شيء بالماكينات شوف في شو ما في هيك معلم باللوز طبعا شباب شوفوا الأسلحة المتواجدة معلم شوفوا اللعب كيف رح يكون اوكي عندنا هون معلم اوكي ميزة جديدة اضغط على المستمرة لفتح العجلة اوكي نضغط مستمر اوه طلعتنا اشياء معلم هون بتقدر تشتغل يعني استخدم المستنشق او الشيء اللي بدك اياه اللي بدك اياه حلو ميزه حلو يعني نفس المكان هي اللي هون هي تضغط على تبقى قاعده
ضغط عليها بيطلع لك الاشياء. بس الشيء بالنسبه اعتقد بالنسبه للثلج كمان، لا الثلج هي في تبع المود السريع من الثلج، بتضغط كبسه وبيطلع لك الثلج باللود. اوكي حلو حلو، يعني بتعمل هولد على الايقونه وبتختار الاشياء اللي بدك اياها. شيء مرتب، شيء مرتب. اسلحه معلم، عندنا هون الفاماس، عندنا هون سنايبر، بس بشوف السنايبر معلم، شوف على السنايبر معلم، بعرف انا انتم بدكم تشوفوا شغله. اوكي اسمع نشوف. اوكي السنايبر باللوس، حلو حلو شباب. اوكي اكيد فهمتوا علي معلم شو عم بيعمل والله. المهم خلينا ندخل نشوف الوضع وين معلم. شوف الماكينه، ندخل على الماكينه اللي تحت. طبعا هون يا شباب في شيء هون لاحظت، ما لاحظ هون في علبه دم جديده معلم. هاي شكلها معلم كده علبه الدم، يعني يا اما بتعبي دمك فرد مره، يا اما بتنقذك من شيء مكان. انا شايف عليه يمكن ممكن تعبي دمك يعني علبه دم وحده ما دمك بتعبى ماكس. انا هيك حاسس يا جماعه. حاسس بنشوف على الماكينه، ممكن تكون شيء موجود من الماكينه هون. الماكينه معلم هذا هو تقريبا على حاله تقريبا. هون عندنا اليو ام بي، عندنا سكار، عندنا شوتجن، عندنا سي 80. اوكي اوكي في اوزيون، في اشياء هون مجانا. اوه بتقدر تحصل على اليوزي مجانا معلم باللوز. حلو حلو الاشياء المجانيه معلم. نجي لو نشوف. اوكي حلو مع شباب التلج، رح نجرب الثلج التلقائي. شباب كيف وضع الثلج التلقائي يا جماعه؟ اسمع شوي، شوف هذا معلم مين هو، شوف مين. قول لي اطلع له، اطلع يا ولد. في سكواد هون معلم، تعالوا هون معلم. بتعمل ايه كبسه؟ اطلع لك، بتشيل ايدك من الثلج معلم، من الكبسه بتروح حاطط الثلج. شوف تك اللوز، وين في ناس هون يا زلمه؟ وينه؟ اوه بيزون بيزون بيزون، رح نجرب البيزون مع اللاعبين داخل اللعبه. ابلع. اوه تجيب اللوز لحاله. ابلع ابلع. واحد قاعد عم بغض، عم بيصرف بالاسلحه يا زلمه. واحد بيصرف بالكلات يا زلمه، شايف؟ تعالوا تعالوا تعالوا. وين هذا بيضرب؟ والله حاسس اني مصير خفيف على باللوز، ولا انا هيك عم شايف؟ دبل كيل دبل كيل باللوز. اوكي ناخذنا شي سلاح معنا، ناخذ الاس 80. والله بشوف وضعه، في واحد فوق يا زلمه ما اعرف وين. هو فوقي بالضبط، هو فوق معلم منتوف. تعالوا تعالوا شو راح نطلع له؟ اسمع شوي. كوادرا كيل. اوه كوادرا كيل معلم اعطاك. ول اذا كان ما عاد نقدر نطلع له معلم. اوكي حبيبي والله. تعالوا هون، هيدا هو. انا حط ما عاد الثلج، حط الثلج، فتح الثلج ما طلعت الثلج معلم. اوكي يا برو، سمعت صوت واحد هون، في واحد هون. وين رايح يا ول؟ تعال هون، تعال تعال ول. وين صار فوق هذا؟ كريستيانو يا زلمه، كريستيانو عم يتيم. اوكي اكون عم يتيم، يلا اسطوره يا معلم حبيبي والله. يلا اقول يقدرني هذا الجواب، ما اعرف يا اخي. تعال نكمل طريقنا معلم، امشي امشي. قول لي اي واحد، تعالوا يا بيمان، تعالوا لي سكواد. قول لي اي واحد. لا يقدرني هذاك يا زلمه. تعالوا تعالوا اجري زلمه. Unstoppable Rampage. قول لي بيعطيني مثل الاشياء معلم لما بقتل الناس باللوز، يعني بيعطيني يعني الكلات المتواصله معلم، يعني انت وهيك وحش واسطوره. يا ول موت يا ول. تعالوا تعالوا ول. وضع الرشاش، خلي وضع الرشاش. كيلينج سبري. او ماي جاد معلم، او ماي جاد، يعني انا الله معلم عم بيقولوا لي انه انت صرت اسطوره معلم. بس ما عاد ترجعت، وين ترجعت؟ ما في ترجعت، وين ترجعت؟ ايوه في ترجعت. قول ضربوا صاحبي معلم.
وال سويته مشوي يعني. هلا معلم انا هلا صرت اسطوره. كيلينج سبري او ماي جاد. كيلينج سبري او لي 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 لي. انا هلا معلم يعني بشوف يعني كيلينج وما كيلينج وحش الشاشه معلم وكل شيء. هلا كبسه واحده بتنحط التاج معلم. كبسه واحده بس يا والله بوتي والله حلوه هي معلم. هي اضافه باللوف بلا كيلينج سبري. اوه كيلينج سبري معلم عم تخلي معلم يعني ما تشي باللوز. كيلينج سبري يعني معلم يعني اشي باللوز حبيبه. اوه ليج سوبر هي هي. ممكن ليج سوبر شاب تطلع لنا اياها لما مثال نقتل شيء عدو يعني حدا. طلعت لي اياها. وين طلعت لي معلم؟ ما طلعت لي والله ما بعرف وين طلعت لي شباب. المهم طلعت لي بشي مكان اكتبوا عليها بالتعليق بالمقطع واكتبوا لي عليه وين طلعت لي يا معلم. يعني اكيد طلعت لي يا جماعه من مكان حبيب والله معين معلم. ما طلعت لي بال اوكي جلول. شوفي هون عشان انه بتاخذ كلات اكثر بيعطوك هالشيء. معقول ابي ادمج حالي يا اخي. بنجربها يا اخي. بدي حدا يدمج. اصبر شوي روح شوي يا جماعه. رح نجربها. اشتري ليش ما بشتري درع لحالي انا يا اخوان. اصبر شوي اشتري درع. اشتري درع باللوز. اوكي جربها يا جماعه. شوفوا هي هي اوكي. قم باستخدام الناقات الصحية الى حد الاقصى دفعه واحده. ما انا متوقع توقعات شباب متى توقعات بالبدايه. هذا الشيء رح يرجعنا كل شيء بضربه واحده معلم. شيء باللوز. حلو 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 حلو. اوكي حابب ادمج حالي ابقى هون. اوكي ركزوا معي. دمج حالنا اصبر شوي. دمج حالنا وبنحن نعبيها فرد مره. يلا باللوز روح. اوكي شباب دمي 41 صار. نجي لهون. اوكي طلعتنا اياها مباشره الشغله. لا هي ثلجه. اوكي ثلاث ثواني. هاي لحالها شغله كبيره شباب بفري فاير. هاي يعني ركزوا معك شغله اسطوريه يا معلم. ايام نجي لهون نشوف الوضع. يعني اشياء اسطوريه معلم. هاي شيء مو طبيعي معلم. شوف الماكينه شلون نقدر نلوث الماكينه. انا عندي مشكله بتلوث الماكينه يا معلم. هاي شغله عدد باللوز معلم. شيء باللوز كثير مو شوي. اوكي نجي لهون. وين الناس؟ شوف باقي شوي للناس. ما نجيب البويه معلم ولا شلون؟ ويلي ويلي اول بويه شباب التحديث ولا شلون؟ وين الناس؟ اوه برادا تنجي بال اوه لك يا زابك بس كيف لحد تنزل تنجي معلم؟ باللوز يا برو. تعالوا يا زلمه ابلع. تعالوا ايوه تعالوا ايوه بام بام. وين دمجته باللوز؟ في واحد هون. اوه كيميلر كيميلر باللوز زي ما ضربوا الطرف الثاني يا زلمه شويه. يلا معلش توب 2 معلم. المهم شباب ما جبنا البويه بس ولكن هي كانت الخريطه كنت مالي متعود عليها يا اخي. اوكي هون عم يعني بعطيك مهمات هون جديده وجماعه وما جمع وهون بيطلع لك المهمات كل شيء تمام باللوز. حلو كثير حلو. اوكي شباب اعتقد الان يعني شفنا اهم الاشياء الصراحه. شيء مرتب وشيء باللوز. اوكي مع الوقت راح نشوف يعني الاشياء يعني الباقيه راح يجوا يعني نستكشفهم. بنظن نستكشف كل شيء شباب فترة واحدة، مع الوقت نستكشف الأشياء الجديدة، فهمت علي شلون؟ إن شاء الله استمتعتوا بمقطع حبايبنا، الله يسعد لي إياكم، ونراكم مقاطع جديدة.